بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التنبيهات اللي ذكرتها في الفيديو السابق لخصتها أنا هنا في ورقة. ممكن أنك راح نعطيك إن شاء الله الورقة هذه، يعطيك إن شاء الله المعيد، ممكن أنك تطبع الورقة هذه وتخليها دائما معك، مثلا تجي اللاب وتحل الواجبات والأشياء هذه تحطها عندك، بحيث أنه لو صارت لك مشكلة تتبع الخطوات هذه خطوة خطوة، زي يعني زي ما يقولون هذه تشيك ليست أو مجموعة خطوات تمشي عليها خطوة خطوة حتى تعرف وش المشكلة اللي تواجهك. زين، لما يعني تواجهك مشكلة مع نظام التصحيح الآلي، أول شيء تتأكد إنه عنوان السيرفر حق الخاص بالتصحيح الآلي يكون صحيح. لو كان عنوان السيرفر غير صحيح راح تواجهك، يجيك رسالة زي الرسالة اللي قدامك هذه من الإكليبس. لما تجي تحاول تسوي سبميت تجيك رسالة زي الرسالة هذه. خل أوريك مثلا، خوريك رسالة يعني بشكل مثالي يعني على الطبيعة. يعني خل أعدل هنا عندي نظام التصحيح. طبعا أنا مركب نظام التصحيح على جهازي هنا حتى أسوي له تيست، لكن أفرض أني أخطيت هنا وأخطيت، طبعا هذا اللي عنوان نظام التصحيح راح يجيك من المعيد. زين، وزي ما قلت لك العنوان طويل، فيفضل أنك مثلا تحط يجي يعني يجيك في الايميل، تصير تسوي كوبي وبيست له عشان ما تلخبط. فافرض مثلا انك نسيت صفر هنا، زين، الان العنوان يعتبر خطا. زين، او مثلا نسيت الكولن هذه النقطتين اللي فوق بعض. زين، اي واحد من هذه، او نسيت الصفر هذا، خلينا نجرب واحد منهم. مثلا نسينا الصفر هذا، الان قلت له استخدم عنوان هذا. لما اجي الان اسوي سبمشن، لما اقول له سبمت مباشره جاتني الرساله اللي شفتها انت في الورقة، الرسالة هذه. زين، الرسالة هذه تقول لك error access submission، مضبوط، يعني ما قدر الإكليبس يوصل لي السبميشن. زين، فإذا تأكد أنك تعدل على الرسالة، تأكد أنك تعدل على تعدل وتكتب العنوان السبميشن هنا في الإلكترونيك سبميشن بشكل صحيح، سواء في اللاب أو في اللابتوب حقك إذا كنت تبغى تستخدم من اللابتوب. هذا هو الخطأ الأول. الخط بعد ما اذا كنت متاكد انه عنوان الارسال صحيح. وطبعا ما يحتاج يعني انت لما تيجي تشوف الايرور اللي تطلع لك، اذا والله طلعت لك ايرور غير الايرور هذه اللي تشوفها قدامك، معناته مو المشكله في عنوان الارسال، المشكله في شيء ثاني. زين، الشيء الثاني اللي ممكن يحصل، الخطوه الثانيه، انك تتاكد انه اسم المستخدم وكلمه السر اللي انت تستخدمها في الاكليبس لما تسوي سبميت. لما تيجي تسوي سبميت، خلينا نشوف كيف. لما نجي هنا، لما تضغط بالزر الايمن وتسوي سبميت، زين، لازم تتأكد اسم المستخدم وكلمة السر اللي هنا تستخدمها. زين، لازم تتأكد انها تكون هي اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بنظام التصحيح الآلي. ومرة ثانية، هي مختلفة تماما عن اسم المستخدم وكلمة السر اللي تاخذه لإيميلك الجامعي، بريدك الجامعي، او اسم المستخدم وكلمة السر اللي تستخدمه حتى تدخل على الأجهزة في المعامل. زين، يعني نقدر نقول عندك ثلاث حسابات، حساب الإيميلك الجامعي وخدماتك الجامعية، هذا له اسم مستخدم كلمة سر خاصة. عندك حساب اللي عشان تدخل منه على أجهزة المعامل، وهذا له اسم مستخدم كلمة سر خاصة. وعندك حساب اللي نظام التصحيح الآلي، وهذا له اسم مستخدم كلمة سر خاصة فيهم. فلا تلخبط بين الثلاثة. زين، فإذا تأكد لو أنك أخطيت في اسم مستخدم كلمة السر، راح تجيك الرسالة اللي قدامك هذه. خلينا نشوف الرسالة كيف. لو هنا جينا أرسلنا أخطينا، حاولنا نرسل، الآن شوف مباشرة طلعت لي الرسالة بدون أصلا ما يحاول يصحح ولا يسوي أي شيء، على طول عطاني قال اللوجن فيها خطأ. إذن هذه هي المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة، تأكد أنك تكتب اسم الكلاس بشكل مطابق تماما لما هو مطلوب منك في السؤال المعطى. مثلا إما يكون مكتوب في السؤال أو المعيد يعلمك، يقول لك والله هذا هو اسم الكلاس اللي الواجب أنك تستخدمه. اسم الكلاس نقصد فيه الاسم هذا الآن اسم الكلاس، هذا هو اسم الكلاس. طبعا هو اسم الكلاس وهو نفسه اسم الملف، لاحظ هو نفسه اسم الملف اللي عندك هنا، هذا اسم الملف هنا هو نفسه اسم الكلاس اللي هنا. تأكد أنه يطابق بشكل دقيق تماما، كابيتال كابيتال، سمول سمول، عد الحروف، تأكد الحروف مطابقة، كل شيء. هذا شيء واجب عليك، لازم تعرفه كمبرمج. زين، لا يمكن أبدا التسامح في الخطأ زي هذا معك كمبرمج. زين، فمثلا هنا مثلا ممكن تخطي وتكتب الأو كابيتال في اسم الكلاس، بينما المفروض يكون الأو سمول.
طبعا تقول لي والله وش اسوي لو كتبت اسم الكلاس غلط؟ بكل بساطة تروح هنا زين للملف اللي عندك اللي في الكلاس، تضغط عليه بالزر الأيمن وتروح للريفاكتور ورينيم زين، احفظها مرة ثانية، تروح للملف حق الكلاس، لو أخطيت باسم الكلاس يعني اكتشفت ان اسم الكلاس فيه خطأ، تضغط بالزر الأيمن، تروح هنا ريفاكتور، بعدين تروح رينيم إعادة تسمية، مضبوط، تضغط عليها كذا، بعد كذا تكتب الاسم الجديد للكلاس، واضح؟ تكتب الاسم الجديد، بعدين تقول next finish، تضغط على finish، طبعا أنا هنا ما راح أغير الاسم، لكن تضغط على finish، وبعد كذا يغير لك اسم الملف، وبنفس الوقت يغير لك اسم الكلاس، كل الاثنين يغيرهم لك، واضح؟ طبعا في الجافا دائما اسم الملف واسم الكلاس متطابقات. إذا هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع، تأكد من أنك تحفظ الملف زين، لما تيجي تعدل على الملف في الجافا في الإكليبس يحط لك هنا نجمة صغيرة كذا، معناته أن الملف غير محفوظ، فتأكد أنك تروح تحفظ الملف زين، إما بضغط على الحفظ أو تضغط كنترول اس، زي ما هو ظاهر لو تيجي هنا يقول لك اضغط على، لو خلينا نعدل هنا وتجي يقول لك اضغط على كنترول اس، أو في الماك تضغط على علامة الكوماند والاس زين. إذا تأكد أنك تحفظ الملف حقك قبل ما انك ترسل زين. طيب اذا هذه الخطوه. الشيء الرابع، الشيء الخامس، تاكد انك ترسل المشروع كامل زين، وليس فقط ملف البرنامج. كيف ترسل المشروع؟ تضغط بالزر الايمن ثم تختار سبمت، وفي طبعا ورقه ثانيه تعطيك تفاصيل كيف ترسل البروجكت حقك في من خلال الاكليبس، راح نعطيك اياها برضه. لكن بشكل سريع تروح هنا للمشروع وليس اي مكان ثاني، للبروجكت زين، تضغط عليه بالزر الايمن ثم بعد كذا تسوي سبميت. اصلا اظن ممكن انه ما يعطيك اصلا سبميت هنا، اي ما يعطيك اصلا الاكليبس، ما يعطيك هنا سبميت، ما يسمح لك انك تسوي سبميت لهذا، ولا حتى اظن الباكج ما يسمح لك زين. اذا كل هذه ما يسمح لك انك تسوي سبميت، لازم تسوي سبميت من المشروع نفسه، المشروع. فاذا هذا يعني خطا يمكن يعني ما راح يحدث يعني بالنسبه لك، بس المهم لو لخبطت قلت وين السبميت او كذا من خلال المشروع زين. طيب الخطأ السادس، انك تتأكد انه برنامجك ما في سينتاكس ايرور زين. هنا عاد بدينا البرمجة وبدينا الاخطاء البرمجية، خصوصا المبرمجين المبتدئين، خصوصا مادة 111 عال اول ما تبدأ راح تواجه كثير من الاخطاء السينتاكس ايرور هذه، عادي تحمل يعني، ما هي مشكلة كبيرة. انا حاط لك هنا مثال كيف السينتاكس ايرور تطلع لك في الاكليبس، يطلع لك كذا احمر، يطلع لك خط احمر هنا، يطلع لك هنا احمر، ومرة ثانية لون احمر وليس اي لون اخر. لاحظ هنا عندي في الوان ثانية، هذه اخطاء املائية، ويعني بمعنى انه املائي بالانجليزي يعني، هذه كومنت زي ما قلنا، هذه ملاحظة في البرنامج، واحد مبرمج يبغى يكتب كومنت ملاحظات واخطأ بالاملاء ما تهمنا، مضبوط. نفس الشيء هنا الانبوت ما تهمنا برضه، كل هذه اللمبة هذه ما تهمنا، اهم شيء الخطأ اللي يجيك اللي كذا، اللي خط احمر، اللي يحط لك خط احمر زي ما انت شايف هنا، يحط لك هنا احمر اكس ويحط لك هنا احمر زين، هذا هو الخطا. مثلا لو اخطيت باسم الفاريبل زين، يطلع لك لمبه حمراء، انتبه هنا، اما قلت لك ما تهمك اللمبه اذا كانت ما هي لمبه حمراء، هذا شيء مهم جدا، اذا طلعت لك اللمبه حمراء وخط احمر لازم تنتبه للناحيه هذه زين. اللمبه الصفراء دي ما تهم، اهم شيء الخط الاحمر واللمبه الحمراء، اذا اهتم لي الالوان هنا. فاذا هذا الخطا، هذا الايرور حق السنتاكس ايرور راح يعطيك، يقول لك البرنامج التصحيح لو يكون في سنتاكس ايرور راح يعطيك مباشره. خلينا نجرب ونشوف مره ثانيه نوريك. نحفظ الان، حفظت الملف في سنتاكس ايرور، خل اسوي سبميت له، اسوي سبميت، اعدل طبعا الباسورد مره ثانيه، شوف لاحظ اني ما عدلت، ناسي اعدل الباسورد، عدلت الباسورد، اقول له فينيش، مباشره اعطاني راح يعطيني يقول لي انه فيه ايرور، هذه شوف عطاك، قال لك كومبايليشن ايرور زين. ليش؟ عندك هنا شوف حاط لك، قال لك الفاريبل هذا فيه ايرور، طبعا نفس الفكره اللي اعطاك اياها شو اسمه الاكليبس، خلينا نسكر هذه، نفس الفكره اللي اعطاك اياها الاكليبس هنا، مضبوط. طيب اذا هذا الخطا السادس. الخطا السابع، تاكد من هذه، هنا عاد هنا البرمجه، عاد دخلنا في البرمجه ومشاكل البرمجه، وهذا يمكن اكثر الاخطاء اللي راح تواجهك يعني بعد ما تتعود على النظام، هو ان برنامجك يشتغل بشكل صح، تكون فاهم البرنامج، وهذا طبعا الغرض من الماده، انك تفهم كيف تكتب برامج بلغه
الجافا، فتأكد انه برنامجك يشتغل بشكل صح، ما في هذه اللوجيكال ايرورز او الاخطاء المنطقيه. مثلا تكون هنا القسمه حاط لي دبل، زين هذا هو الصحيح انك تحط دبل، ما تحط بدون ما تحط لي كذا، لان هنا راح تكون قسمه صحيحه. 9 على 5 راح يعطيك 1 بدل ما انه يعطيك 1 فاصله، يعني كسر، يعني عدد كسر، زين. وبالتالي لو 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 ضغطت، لو حطيتها كذا ما راح يطلع لك الاوتبوت صحيح. وممكن تجرب انت تنفذ البرنامج، زين، لو نفذنا البرنامج هنا وعطيناه نفس الانبوت اللي عندنا في السؤال، لو قلنا له 43 الانبوت، زين، اعطاني 75، وهو هنا لو نروح نشوف عندنا في السؤال اللي جانا لو اعطيناه 43 المفروض يجيني الاوتبوت 109.4. لاحظ الان الاوتبوت مختلف تماما 100%، زين، والسبب هو الخطا هنا. وهو من هنا منبهك، قيل لك هنا في السؤال، قيل لك ترى في الجافا اذا قسمت 9 على 5 راح تعطيك 1، لكن اذا قسمت 9.0 على 5 راح تعطيك 1.8. هنا الخطا في الداتا تايب، زين. طبعا هذا مشروع راح يشرح لك ان شاء الله في المحاضرات، زين، لكن انتبه للاخطاء. هذا طبعا خطا في البرنامج هذا، في برامج ثانيه ممكن تكون اخطاء ثانيه، زين، ممكن يكون يجيك الاف ستيتمنت ويجيك شيء اسمه اللوب ويجيك الاشياء هذه كلها وتبدا تطلع لك اخطاء اخرى. المهم انك الخطوه السابعه تاكد ان برنامجك يعمل وينفذ بشكل صحيح، ما يحتاج تسوي سبميت. تاكد اول شيء على جهازك، اذا والله خلاص واثق انت سوي سبميت، زين، وراح يصحح لك طبعا ويعطيك درجتك. وميزتها هنا طبعا هذه الميزات المهمه جدا، انك تقدر تسوي سبميت ويصحح لك ويعطيك النتيجه، وتسوي سبميت مره ثانيه ومره ثالثه، يعني عندك عده محاولات. ما هو زي مثلا لو كان شخص او معيد خلاص تعطيه البرنامج مره واحده ويصحح لك مره واحده وتاخذ نص الدرجه وانتهينا. هنا لا، على الاقل نعطيك مجال للمحاوله، وهذا هو الغرض الرئيسي، انك تحاول وتجرب وتحل وتتدرب وتتعلم، وهذا هو الشيء الرئيسي والاساسي. ما هو تعقيد الطالب، ولكن عشان الطالب يتعلم، عشان نعطيك فرصه انك تجرب اكثر مره ومرتين وثلاث، مع كثره التجارب وكثره تكرار حل الامثله وكذا تتعلم البرمجه ان شاء الله بشكل جيد. اخيرا الثامن، وهو هذا يعني راح نضع عليه جزء من الدرجه، يعني قليل حتى نميز الطلاب المتميزين من غيرهم، يعني وهو انك تكون ملتزم بشكل كامل ودقيق بالرسائل اللي المفروض ان برنامجك يطبعها كاوتبوت، زين. يعني هنا لو تلاحظ السؤال قال لك ان ابغى التنفيذ يكون بالشكل هذا، يعطيني رساله انتر تمبريتشر ان سيلسيوس، زين، وبعدين لما يدخل الرقم يطبع لي الناتج بالشكل هذا، فيعطيني رسالتين البرنامج، يعني معناته البرنامج راح يكون فيه سيستم اوت برنتلين زي ما برنت هنا، وسيستم اوت برنتلين زي ما انت شايف هنا، زين. اذا لازم انك تلتزم بالرسائل اللي تعطيك اياها اذا كنت تبغى درجه كامله، يعني اذا كل الاشياء السابقه والبرنامج شغال صحيح، ذا لازم تاكد ما في اخطاء. مثلا ممكن تنسى الاي في تمبريتشر، او تقلب الاي واليو هنا في اس، لازم تضبط السبيلنج بشكل صحيح. هذه الاخطاء، هذه الورقه اللي راح تاخذها فيها الاخطاء الرئيسيه، حطها معك، تجيبها دايم معك، حتى انك بسرعه تعرف اخطائك اللي انت اخطيتها، وما تضيع وقت، يكون تركيزك كله طبعا وجهدك كله على رقم 7 هو الاهم طبعا، زين، ونوعا ما رقم 8 يعني درجه اقل اهميه، لكن رقم 7 ورقم 6 في البدايه، يعني اللي هو انه برنامجك ما فيه اخطاء نحويه، ورقم 7 اللي هو برنامجك يشتغل بشكل صحيح، انك فاهم كيف تبرمج. هذه تقريبا الشيء، ما ابغاك تضيع وقت كثير في الاشياء الباقيه، عشان كذا كتبتها لك عشان بسرعه تمشي عليها، تشيك تشيك، زين، والله هذه ما عندي مشكله، ما عندك مشكله، ما عندي مشكله، عندي مشكله بهذه وهذه، زين، وصلت يعني انه فعلا مشكلتك في برنامجك نفسه ما ينفذ بشكل صحيح. اخيرا ابغى انا اوريك حاجه، وهي انه الويب كات ممكن انك تدخل عليه، او نظام التصحيح هذا ممكن انك تدخل عليه باستخدام اليوزر نيم والباسورد نفسها اللي تستخدمها في الاكليبس. هنا في الاكليبس قلت لك لما تيجي تسوي سبميت، زين، لما تيجي تسوي سبميت هنا من الاكليبس، مضبوط، تستخدم يوزر نيم باسورد. ممكن انك تروح تدخل على الويب كات نفسه، اللي العنوان اللي هنا اللي تستخدمه شبيه جدا بالعنوان اللي مستخدم في اكليبس. لو تلاحظ، لو قارن لك بين العنوانين، هذا العنوان المستخدم في اكليبس، هذا العنوان، للاسف انه طيب، هذا العنوان لاحظ انه شبيه جدا، اللهم فيه الزياده هذه اللي في الاكليبس، يكون فيه الزياده هذه برا الاكليبس. لما تجي في البراوزر
ما يكون فيها الزيادة هذه. لاحظ أنه إلينا الـ A بدون الزيادة الأخيرة هذه. زين، هنا وش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هنا أنك تقدر تدخل على السيستم. زين، خلنا مثلا الطالب هذا اللي هو هذا رقم الجامعي. زين، خلنا ندخل اليوزر نيم والباسورد حقته، مضبوط، دخلنا هنا. الآن الطالب أن تقدر تدخل هنا السيستم وراح تشوف معلومات. زين، أو تروح لهم هنا تشوف status، والله أنت عندك assignment ما زالت مفتوحة. زين، عندك واجب أو شيء زي كذا ما زال مفتوح، إلى الآن ما عندها، ينتهي يوم 9 فبراير الساعة 8 مساء. زين، هذا الوقت اللي ينتهي فيه اللي تنتهي فيه تقديم الassignment هذه أو الواجب هذا. زين، فإذا ما زال معك، ممكن أنك ما تستخدم الإكليبس، ممكن أنك تسوي سبميت من هنا، ترسل حلك من هنا، بس أنا ما أفضل، أنا أفضل أنك تستخدم الإكليبس حتى ما تلخبط نفسك، لكن على كل ممكن ترسل حلك من هنا. ممكن تشوف latest results، آخر النتائج اللي أنت عندك. مثلا لو كان واجب ومفتوح لك مثلا على أسبوع، والله سويت سبميت قبل 4 أيام وتبغى تشوف ناسي وش سويت لما سويت السبميت قبل 4 أيام، لما ارسلت الحل ناسي وش صار لك، يعني صار لك مشكله وكذا، قلت خلاص بعدين اكملها، جيت بعد 4 ايام بتكمل، تبي تتذكر وش صار لك قبل، تفتح هنا تشوف وش اللي صار، مضبوط، تشوف وش البرنامج اللي انت سويت سبميت. ممكن تضغط هنا يطلع لك البرنامج اللي انت سويت اللي سويت له سبميت، هذا هو برنامجك اللي سويت له سبميت قبل. زين، ممكن تلاحظ انه ممكن يكون مثلا في بعض الاحيان اذا تمكن المعيد او الدكتور مثلا اذا جيت له ممكن يحط لك هنا يعني معلومات مثلا معينه، والله عندك خطا في المكان هذا، السيستم نفسه يحط لك اخطاء برضه، يعلمك يقول لك عندك في بعض الاحيان يحط لك يقول لك عندك اخطاء في المكان هذا. فاذا راح تشوف السبمشن حقك، راح تشوف هنا مثلا كان عندك كومبايليشن ايرور، فتشوف ان عندك كومبايليشن ايرور، هنا تشوف درجتك من لما نرجع للريزلت، نروح للموست هذه هي، طيب نروح للهوم هنا، زين تشوف هنا درجتك، مضبوط. طبعا يعني تستفيد من الشيء هذا معرفة الدرجة حقتك. ممكن برضو طبعا هنا ممكن لو كان في assignments ثانية ممكن تشوفها، لو كان في يعني واجبات ثانية راحت وخلصت وقفلت ممكن تشوفها تطلع لك هنا. ممكن تسوي report، تطبع report عن تشوف graphs، الجرافس هذه تعطيك معلومات. هنا هذا شو اسمه، هذا سكور حقك، مضبوط، هذا سكور حقك لما سويت سبمشنز، كل ما تسوي سبميت جديد يعطيك سكور. فممكن يعني طبعا يعني الشيء الجيد انه يكون كل ما تحل برنامج، كل ما تعدل حلك وتسوي سبمشن تزود الدرجه حقتك، فين يعطيك انك درجاتك تزيد وتنقص. لاحظ انه طبعا واضح انه سوينا سبمشن صح بعدين خطا بعدين صح بعدين خطا، فاذا تلاحظ درجاتنا تزيد وتنقص. هنا تشوف اظن اذا اذكر تشوف درجاتك مقارنه بالطلاب الثانيين على ما اذكر، فهنا ستودنتس، فعندك هنا كم في من ستودنت وكم الدرجات حقاتهم، فتقارن نفسك بزملائك. اذا والله شاك تقول والله هذا صعب مره وما ادري ايش وذا، شف زملائك وش جايبين. زين، راح تتفاجئ، ممكن تلقى زملاء في زملائك جايبين 100 مثلا من 100. زين، فبالحاله هذه تعرف ان والله المشكله عندك، مو المشكله في السؤال هذا. طيب، فاذا في معلومات كثيره لما تيجي تدخل من البراوزر من المتصفح على نظام التصحيح. مره ثانيه طبعا ما تقدر تدخل الا من داخل الكليه، زين، على نظام التصحيح. ومره ثانيه العنوان هذا ما هو عنوان نظام التصحيح اللي موجود عندنا في الكليه، هذا نظام تصحيح مركب عندي انا على الجهاز حتى اجرب عليه واسوي عليه اشياء. نظام التصحيح اللي في الكليه عنوانه راح يعطيك اياه المعيد حتى انك تستخدمه، سواء تدخل في البراوزر هنا تشوف الدرجات تشوف الاشياء، او انك تستخدمه في الإكليبس زي ما شفنا في الإكليبس هنا حتى انك تسوي سبميت. وبكذا تقريبا نكون غطينا معظم الاشياء الخاصه ب نظام التصحيح الآلي. إذا كان عندك أشياء إضافية أو أسئلة، إذا كان عندك أسئلة أشياء ما فهمتها بشكل واضح، ممكن أنك تروح للمعيد ويشرحها لك أو الدكتور المادة، نفضل المعيد، للمعيدين عندهم خبرة أكثر بالبرنامج هذا. بس تذكر أن البرنامج هذا لما يجي يصحح أنه راح يصحح بشكل آلي، ما راح يمشي التصحيح إذا كان عندك أخطاء نحوية. البرنامج لما يكون برنامجك خالي من الأخطاء النحوية راح يجي يصحح لك كأنه شخص
يعطي انبوت لبرنامجك، بعدين يشوف الاوتبوت اللي يطلع من برنامجك ويقارنه مع الاوتبوت اللي المفروض يكون صحيح من قبل البرنامج. فكأنه يعني بالضبط كأنه المعيد واقف فوق راسك، يعطي انبوت للبرنامج ويشيك على الاوتبوت اللي يطلع من البرنامج، يتأكد اذا كان الاوتبوت هذا صحيح ولا لا. زين، بس اللهم اللي يسويه كمبيوتر بدل ما يسويه. وتذكر اخيرا مرة اخرى نكررها، انه هذا عشان فائدة الطلاب، والغرض من الطلاب يستفيدون يتعودون على كتابة البرامج بالكمبيوتر. وان شاء الله في المستقبل اذا كنت انت من طلاب كلية الحاسب راح تذكر كلامي هذا، وان شاء الله ويعني وتحس بالفائدة من التعب اللي انجلت تتعبه الان، وزيادة الشغل اللي شوي عليك في الوقت الحالي. وشكرا ان شاء الله، وارجو ان تكون فهمت. اي اسئلة ارجع لي المعيد مرة اخرى. شكرا لك على متابعة الفيديوهات هذه، واتمنى انك استفدت.